في الحقيقه الاي سي جي ليدز طبعا عشان عددهم كبير ممكن يحصل لخبطه واحنا بنركب الليز، وبالتالي طبعا الجهاز ما بيبقاش عارف بالظبط السيجنال دي جايه من الليد المظبوطه ولا لا. فعشان كده بيبقى في عندنا كلر كودز لكل واحده من الليدز علشان في الاخر يبقى يعني في تركيبها ما يعني نقلل الخطا شويه. ففي عندنا تو مين كودز معروفين اللي هو اليوروبيان كود والامريكان كود. فكل واحد فيهم الحقيقه بيبقى عندنا عدد من كل واحده من الليز اللي احنا بنتكلم عليها، سواء الار او الال او الاف او الحاجات دي كلها، والسي طبعا اللي بنتكلم على السي 1 سي لغايه سي 6 بنتكلم على دول اللي هم التشست ليدز، او الفي 1 لغايه في 6 اللي هم التشست ليدز، نفس الحاجات اللي احنا يعني شفناها من شويه. كل واحده بيبقى لها كلر مختلف، وبالتالي بنتكلم على ان بيبقى فيه بساطه شويه ابسط شويه بالنسبه لليوزر علشان يقدر يركبهم بحيث ان هو يعني يبقى الخطا اقل ما يمكن. والحقيقه ممكن ان احنا نجيب يعني كذا ميكانيكال شيب زي ما احنا شايفين كده، يعني ممكن الشكل بتاع الليد نفسه يدخل في الالكترود كبنانه او كنيدل، ويبقى فيه مسمار مثلا بيقفل عليها، او ممكن يبقى سناب او ممكن يبقى كليب حسب النوع. وطبعا بيبقى في عندنا الالوان المختلفه زي ما احنا شايفين كده، بيبقى كل واحد من الليدز عليه اللون بتاعه بحيث ينقل الخطا على قد ما نقدر.